تكبير في أسعار الأدوات المدرسية بالجلفة ألهب جيوب المواطنين الذين وجدوا صعوبة كبيرة في اقتنائها. يا خويا الأدوات المدرسية غالية، الزوالي ما يقدرش يشري، كلش غالي كلش غالي كلش غالي كلش غالي، يكذب عليك اللي يقول لك يرخى. أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة، وعدوا اللي يقراوا في الجامعة، وعدوا اللي يقراوا في الليسي، وعدوا اللي يقراوا في ابتدائي، راه ما يلحقش. يخلص مليون ولا زوج يصرفوا، يسلك به التريسيتي، يسلك به الغاز. حتى أن أصحاب الدخل المتوسط عجزوا على شراء الأدوات المدرسية في اليوم الأول من الدخول المدرسي. لازم نشجعوا الصناعة المحلية لصناعة الأدوات المدرسية. بالنسبة للطبقات المحرومة هذه الأسعار تفوق طاقتها الشرائية، وبالتالي يجب تعميم مساعدة الطبقات الفقيرة وخاصة في منطقة الجلفة. تزامن الدخول المدرسي هذه السنة مع عيد الأضحى المبارك، ما ولد أزمة كبيرة للمواطنين. العيد، الأضحى، بيكسي وليداتهم ما يكسيش، أدوات مدرسية ما يقدرش يشريها. إلا عيد ما يشري له طابلية ما يشريهالوش، مازال ما يشريهالوش. يا ب 100 ب 150 ب 100,000 الكارطة ب 220 240، يا ناس راها الحية راها، ويقول لك التقشف وكذا، والقشف التقشف يكسبوا يحسبوا فيها قاع قاع عزوة ولاد. الدخول المدرسي بالجلفة هذه السنة صنف من أصعب المواسم بسبب غلاء الأدوات المدرسية التي لم يتمكن المواطن من شرائها، فأي مستقبل ينتظر الفئات الهشة في الجلفة؟